وسط أجواء إيمانية مليئة بالفرح والسرور، احتفل الأردنيون بعيد الفطر المبارك. وللعيد في الأردن نكهة مختلفة كالعيدية التي تعطى للنساء والأطفال وتجمع العائلات في منزل كبير العائلة، وذلك بعد أدائهم صلاة العيد في المساجد. طبعا يزداد في العيد الأقبال على الطبق الرئيسي لدى الأردنيين، حتى أنا أحب هالطبق، هذا المنسف. منسف يعني حيث تجتمع العائلة على الغداء لتناول طبق مميز، وتبرز في كل بيت أردني موائد الحلويات البيتية، من أشهرها حلوى العيد الكعك أو المعمول، واللي يتم تجهيزه خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إلى جانب القهوة العربية. نعم، إذن لمزيد من التفاصيل حول أجواء وعطلة العيد ينضم إلينا عبر السكايب مراسل تلفزيون دولة الكويت من العاصمة الأردنية عمان الزميل غيث الرقاد. إذن بعد التحية غيث، كل عام وأنت بخير، كيف احتفل الأردنيون هذا العام في عيد الفطر السعيد؟ صباح الخير لك وصباح الخير لجميع مشاهدي برنامج العالم هذا الصباح، وكل عام وأنتم بألف خير. يعني كما تحدث نجيب في بداية الحديث، للمنسف طابع خاص بالأردن أول أيام العيد وبعد شهر رمضان مبارك، هي الأكل الشعبية لدى الأردنيين تجتمع عليها العائلة. ومن هذا المنبر نجيب لك ولجميع الزملاء أدعوكم لتناول المنسف الأردني في عمان. تبدأ صباحات العيد يعني بأجواء جميلة مفعمة بالطاقة الإيجابية، بوجود كعك العيد. يبدأ يوم العيد من صلاة العيد صباحا، جميع العائلات تتجه إلى الجوامع وإلى المساجد في أماكن تواجدهم، وتذهب العائلة، ومن ثم يبدأ صباح العيد عند جميع الأردنيين، يبدأون بالتزاور والذهاب إلى الأقارب وتناول القهوة كما تحدث نجيب، وأيضا تناول كعك العيد أو معمول العيد، وهو يعني برضو من الأطباق الرئيسية عند الأردنيين. من ثم تجتمع العائلة على طبق المنسف الشهير، وهي الأكلة الشهيرة الأردنية التي تجمع دائما الحبايب زي ما بيقولوا على طاولة واحدة أو على سفرة وحده. والحمد لله الأجواء إيجابية، الأجواء مليئة بالأمل والتفاؤل بغد أفضل. الحمد لله الأجواء الجوية أيضا كانت مناسبة خلال فترة أيام العيد وعطلة العيد، جمعت الناس كذلك، وكان هناك يعني صلة رحم كبيرة ما بين الأردنيين في أيام العيد، اليوم الأول والثاني والثالث. كذلك أيضا الشوارع شهدت ازدحام كبير خلال الفترة الماضية، خلال أول أيام العيد وثاني أيام العيد ما شاهدنا المتنزهات مليئة بالزوار وأيضا المقيمين، وكذلك شهدت البلاد حركة سياحية نشطة خلال الأيام الماضية بتواجد الإخوة العرب والأجانب بالمواقع السياحية المختلفة. غيث، هل هناك احتفالات أردنية شعبية اندثرت وطغت عليها الحداثة والتقنية اليوم، أم ما زال الأردنيون يحتفظون باحتفالاتهم الشعبية؟ يعني هو نكهة العيد وعبق العيد هو مستمر عند الأردنيين منذ الصغر، جمعة الأهل والأقارب، صلة الرحم. هناك عدد كبير من الناس يذهبون إلى محافظات أخرى للتزاور مع الأقارب، يعني أهل عمان يذهبون إلى جنوب المملكة إلى محافظة الكرك ومحافظة معان، أيضا الشمال الأردني اليوم يزهر بالربيع، بفصل الربيع، ونرى أكثر أو أغلب الأردنيين يذهبون برحلات خاصة إلى الشمال الأردني، يتجهون إلى ذلك خلال فترة العيد وبيكسبوا كونه ما في دوام وعطلة عند الجميع الأغلب، فبتلاقي الجميع يعني العائلة تذهب إلى هذه المناطق، خصوصا في ظل الأجواء الجوية الجميلة خلال هذه الفترة. يعني هي عادات حافظ عليها الأردنيين خلال أيام العيد حقيقة، ولكن هي الأيام الأولى أو أول أيام العيد وبعد صلاة العيد تحديدا تبدأ الفعاليات عند أغلب الأردنيين. لا يوجد نوم في أول أيام العيد، يعني أغلب الأردنيين مواصلين
من الليل ينتظرون صلاة العيد صباحا، وعند أداء صلاة العيد تبدأ الفعاليات والنشاطات عند الجميع، سواء كانوا زوار أو مقيمين، الجميع يذهبون إلى الأقارب، إلى الساحات المختلفة، إلى الحدائق، إلى المحافظات الجنوبية أو الشمالية. نعم، بالفعل يبدو أن الأجواء لديكم جميلة غيث، شوقنا. وايضا نجيب ما نتمنى يستذكر المنسف. اذا كل عام وانتم بخير، اهل الاردن. شكرا لك الزميل غيث الرقاد، مراسل تلفزيون دوله الكويت من الاردن.